نسوة تعرفنا على بعضهن في ساحة الاعتصام، فأصبحنا لا تفارق إحداهن الأخرى يوميا، إذ تعودنا المجيء للقيام ببعض المهام منها ما يخص فتح خيم المعتصمين وتنظيفها وتهيئتها لتكون بمظهر جميل، بالإضافة إلى الطبخ أحيانا والتشجيع للمرابطين في اعتصامهم المفتوح، حيث أكدنا على أن كبر أعمارهن لا يعيق أبدا مشهوداتهن والمسؤولية الملقاة على عاتقهن. أول ما نجي نفتح الخيمة لأنه بالليل ينامون بها الشباب المتظاهرين، فننظفها ننظفها، وبعدين هنا الأختهم شيماء جايبة عصاير وكيك وكراتين مي نوزعها زين، ونفر على المواكب، الموكب اللي محتاج شيء هو بدون ما يقول لنا، مثلا هسه انا اليوم جبت شاي وشكر هو ما قايل، بس انا وحدي. زين، هذا التنظيف مو تعب عليك انت كبار؟ لا مو تعب، لا بالعكس، يعني بيوم ما اجي هم يفقدوني، احنا تعارفنا هنا بالساحه، واحد ما يعرف الثاني، الوطن راد من عندنا وقفتنا، انا اجي هنا اوقف ويا الشباب كلها اسلم عليهم، صاروا مثل ابنائي. جلوسهن المستمر وجنبا إلى جنب للحديث بهموم تساوت الجميع به، لكن اشتركنا جميعا بأن العمل الحكومي الضعيف الأداء هو من جعل كل شرائح المجتمع بحاجة إلى تغيير جذري وشامل في كل المجالات. احنا عندنا ولد ما متعينة، عندنا قضايا يعني معرقلة، القوانين مو مشرعة، الحكومة قست ويا الشعب، الأمور تعقدت، يعني اكو قوانين ما تفعلت لأمر. قمنا اتفقنا شدينا يعني عزم وحدة بالثانية، وقلنا احنا المرأة لا ما تتحد وتلتزم يعني بالساحة اللي هي من هاي الساحة من هذا المنبر نوصل صوتنا، عندنا بيوتنا، انا صار 70 يوم والاخواتهم صارين انها يعني مثلي، يعني بيوتنا بصراحة لا نجي خطار لبيوتنا ونجي نتواكب هنا. أنا حاولنا في جلوسهن المعتاد أن نوثق ما يتحدثن به، ورصدنا كيف يتتبعن الأخبار وعلى مدار الساعة من خلال هواتفهن النقالة. روحية العمل والتفاني والتعاون المستمر من أجل إنجاح ثورة طالبت بعراق جديد فيه أمن وأعمار وخدمات جيدة ونهاية المحاصصة الحزبية وهيمنة الأحزاب السياسية. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.